سبحانه وتعالى حينما فرض أشياء ترك للرسول أن يسن أشياء، لأنه مأمون على أن يشرع. كل الرسل قبلهم قبل محمد يبلغون ما أمروا به دون أن يجتهدوا في شيء أو يقولوا به. رسول الله هو الوحيد الذي كلف أن يشرع، ولذلك القرآن يدينا أصول المسائل ثم أترك تفصيلها لرسول الله. نزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى إذن ميزة الرسول أنه أخذ، ولذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى صنع لرسول الله عملا يشرع به، لأن القرآن مش جاي بس كتاب منهج، القرآن جاي معجزة. نعم. ولكنه يمس أصول الأصول الأحكام. نعم. ثم يقول أنا بأصلي المغرب ثلاثة، من أين جئت وها من القرآن؟ نعم، من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. جهرت في كذا وأسررت في كذا، ما فيهاش في القرآن، إنما خدتها من فعل الرسول. ولذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الرسول له أن يشرع، بس الناس بتخلط بين سنة الرسول في الحكم وسنته في الدليل. نعم. سنة الحكم إن فعلتها تثاب وما فعلتهاش ما تعاقبش، ولكن سنة الدليل قد يسن شيئا إنما هو فرض، كما سن ثلاث ركعات في المغرب وركعتين في الصبح وأربعة في الظهر والعصر والعشاء. نعم. دي سنة، معنى سنة سنيت دليل مش سنيت حكم، بحيث ان عملتها تاخد ثواب ما عملتهاش ما تعاقبش. فلازم نفرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. نعم. طب حق سبحانه وتعالى صنع قرائن ملزمة. نعم. فمن أحبها ولقي لها إشراقا في نفسه وحلاوة له أن يزيد منها بمثل ما طلب الله. نعم. يبقى معناه إن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام ده سنة، بس إن لم يفعلها لا يعاقب. وليه ده جديا؟ علشان لو زاد الإنسان فوق ما فرض الله دليل منه على أنه أحب ما فرض الله فاستزاد عليه، كأنه يقول الله فرض علي دون ما أستحق، دون ما يستحق. فأنا أزيد من هذا، يدخل في مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله بشيء زائد عما فرض الله، ولكن من جنس ما فرض الله. نعم. فرض الصلاة زود الصلاة. نعم. فرض صيام زود الصيام. فرض زكاة زود الزكاة. فرض حج زود الحج. نعم. وأن تطوع خيرا فهو إيه؟ خير. فهو خير له. نعم. يبقى معنى ذلك الشهادة دي على أن الحق سبحانه وتعالى كلفك دون ما يستحق. الله. وأنت لما أشرقت في نفسك هذه الطاعات والالتزام بها زدت عنها لتنعم نفسك بعزة العبودية. الله. ركعتي الضحى هم ركعتين اقلها يعني. انما هي الرسول وصلها الى ثمانية. نعم. برضو من هذا النوع. نعم. الضحى دي اشمعنى يعني ركعتي الضحى؟ قال لك لان الاوقات فيه وقت يدخل ويخرج بدخول غيره. نعم. ووقت ينتهي ولا يدخل غيره. يعني مثلا وقت الظهر. يبدأ وبعد ذلك يأتي العصر. يقوم وقت العصر يخرجك من وقت الظهر ويدخلك في وقت العصر. يعني فرض التحب بفرض. لكن في الصبح يبدأ من الفجر إلى شروق الشمس ويدخلك في شروق الشمس، ما فيش فرض. ثم تقول لا، أنا ما أخليش الوقت من إيه؟ من أداء شيء لله. الله. نعم. يوتب يعني يجيب الصلاة الوتر اللي هي اللي ما تنقسمش على اثنين يعني. نعم. ركعة أو ثلاث ركعات أو إلى آخره. دي ليه؟ عشان يختم الصلاة، لأن الله يحب أن إيه؟ أن تؤتى. فالحق سبحانه وتعالى بيقول توتر قبل أن تنام، معناها أنك أنت إيه؟ أخرت الوتر إلى آخر الليل. الله. على أمل أنك أنت ما ختمت الصلاة العشاء أملا في أن تقوم مرة أخرى لتصلي، فما بيعملش الوتر وهي الصلاة. الله. أسيب الصلاة علشان ليه أمل في أنني أقوم وبعدين أعمل الوتر في الآخر. نعم. فضيلة الإمام، أنا أصلي أو أنا أصوم ولا أصلي، ما جزاء الصيام؟ نعم. إيه؟ أنا يعني أصوم ولا أصلي. شفت الصلاة دي هي اللي لها الحكم. الصلاة دي نعم.
كسلا او نكرانا. ان كان جحود يبقى كفر ويقتل. نعم. وان كان كسلا يستتاب مرتين او ثلاثا ثم يقام عليه الحد. نعم. ولذلك ادي الصلاة اللي هي ما ايه ما فيش بها. نعم. يعني ادركتني الصلاة وانا يعني جاء المغرب وانا لم اصلي العصر وكنت متعمد ألا أصلي العصر. متعمد؟ متعمد نكرا له ولا إيه؟ كسلا ولا إيه؟ هناك من يفعلون ذلك حقا، يعني هناك من لا أراه إلا في المسجد يوم الجمعة. ما نصيب هذا من الإسلام؟ الحرمة على المجتمع الذي أبقاه إلى الجمعة الأخرى بدون أن يقيم عليه الحد. هذه الوصية تدعونا إلى بعض التمسك أو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عض أو أن عض بها، نعض بالنواجز. نعم. صيام 3 أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، أن أوتر قبل أن أنام. الإسلام يعني رسم لنا صورا جميلة. علشان إيه؟ مش بس علشان عشان فرض بس كده، لا، أنت تتطوع بها. نعم. ولذلك اقرأ سورة الزاريات. نعم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، محسن يعني زودا عما فرض الله من جنس ما فرض الله. إزاي؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما فرض الله على الإنسان أن لا يهجع إلا قليلا من الليل، إنما هو محب في الله، والليل ده حتة طويلة بدون صلاة وبدون بتاعي، وهو يتهجد بالليل زي بتاعة الضحى. الوقت من طلوع الشمس للظهر خال من الوقت، فيقوم ما يشغله بوقت سنة. بالليل طويل، شوف من العشاء للفجر قد ايه، يقوم ما يشغله بالتهجد. يبقى عز عليه ان يوجد زمان لا يقوم الانسان فيه للصلاة، فهو عملها سنة، فيبقى من مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ما فرض الله علي ان استغفر في السحر، بل صلي العشاء ونام، بس ساعة ما يجي الصبح يصحى. نعم. وفي أموالهم هه حق للسائل والمحروم، بس مش معلوم. نعم. معلوم ده في الزكاة. نعم. إنما حق ما غير معلوم ده في الصدقة بقى. نعم. مقام الإحسان، يعني بدل ما تدي 2.5% ادي 5%، ادي 10%. نعم. نعم، دي مقام الإحسان. نعم.